حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أكد وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي أن سعر برميل النفط المعتمد في موازنة العام الحالي سيزيد من نسبة العجز المالي في البلاد. وقال الوزير الجلبي إن الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم هذه الأيام تسببت بانخفاض حاد لأسعار النفط عالميا، ما يعني أن اعتماد سعر 70 دولار للبرميل الواحد من النفط العراقي سيعتبر مرتفعا، سيؤدي أيضا لزيادة العجز المتوقع في الميزانية، ويجب تخفيضه إلى 60 دولارا أو أقل لتقليل مخاطر العجز الناتجة عن انخفاض مستويات أسعار النفط عالميا. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ دولارا وأربعة عشر سنتا ليصل إلى 69 دولارا و 26 سنتا، وسجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 7%. أغلق خام البصرة الخفيف على ارتفاع أيضا بلغ دولارا وأربعة عشر سنتا ليصل إلى 74 دولارا وسنت واحد، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 5.42 دولارا. فيما أغلق خام برنت على انخفاض بمقدار دولار و73 سنتا ليصل إلى 72.07 دولارا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بلغت نحو 13%. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي، وكان يوم الأربعاء الماضي هو أكثر يوم باع فيه البنك، حيث وصلت المبيعات في ذلك اليوم إلى نحو 242 مليون دولار، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت نحو 177 مليون دولار، بينما بلغت الحوالات الخارجية أكثر من 765 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 62% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت نحو 292 مليون دولار. أبدأ البنك المركزي الأردني قلقاً من تأجيل أقساط قروض المدينين للمصارف استجابة لمطالب برلمانيين ورجال أعمال. واعتبر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن تأجيل الأقساط يعد أمراً غير صحي، مشيراً إلى أن قرار التأجيل يعود للمصارف ولا يتدخل البنك المركزي به. وأقدمت المصارف والمؤسسات المالية في الأردن على تأجيل أقساط القروض عدة مرات خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية لضمان توفير الحد اللازم من السيولة في السوق المحلية. وفي خبرنا الأخير، رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي مع تباطؤ التضخم وإعادة فتح الصين حدودها بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد. وتتوقع المنظمة الدولية حالياً نمواً عالمياً بنسبة 2.6% للعام 2023 وبنسبة 2.9% للعام 2024، إلا أنها حذرت من أن رفع أسعار الفائدة في البنوك يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.